وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري. بعد التحية، هل لك أن تلقي لنا بمزيد من الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تجاه كندا؟ مساء الخير. أنا أعتقد أن الإجراءات كانت يعني ضرورية وكانت صارمة الحقيقة، لأنه غير مقبول فكرة التدخل، أيضا هي تتعارض مع فكرة السيادة، الكلام عن وضع مواطنين سعوديين في المملكة وضعهم القضائي هم خاضعين للإجراءات القانونية، كما أنه اللفظ الذي استخدم على وجه التحديد في التغريدة كان يعني مبالغة في عدم احترام السيادة عبر قول الإخراج فورا. السعودية في نهجها أساسا لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى، وحتى في دول مثل كندا عندما يكون هناك حتى شخص يخالف القانون وهم الجنسية السعودية تتابع المملكة الإجراءات القانونية، وقد تكون له سفارة محامية، ولكن لا تندد بالإجراءات ولا تظهر على الإعلام بالطريقة الحقيقة التي تتعارض مع كل أعراف الدبلوماسية. نعم، من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري، شكرا جزيلا لك.